تخلي كابتن كريم وتحياتي لضيوفك كابتن حسن ان شاء الله طبعا. مبروك يا صبري. مبروك يا صبري. الله يبارك فيك يا كابتن وكابتن طبعا احمد الكاس. مبروك مبروك يا صبري. مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك يعني كابتن. ما شاء الله برضو الفتره اللي فاتت ماسك في مكانك في الباك ليفت بشكل اساسي وبتأدي بشكل كويس وبرضه زي ما قلت كنت بتكلم من شويه مع لعيبه النادي الاهلي عليكم ضغوط كبيره وماتشات متلاحقه ما بين بطوله افريقيا للدوري لبطوله كاس مصر. بالظبط يا كابتن كريم احنا كل تقريبا كل ثلاث ايام بنلعب ماتش يعني واحنا الفرقه الوحيده اللي في مصر بقى لنا 30 ما ريحناش يعني ما خدناش اجازه. بالظبط. فده عامل حتى اجهاد بيبان في اخر الماتش. ايوه. فربنا يعني يكرمنا احنا بناخد كل ماتش بماتش وبنحاول يعني نريح كويس في كل ماتش بماتش بنحاول نريح كويس يعني عشان نقدر نكمل في الاداء ده والمستوى ده. بالظبط. رايك ايه في ماتش النهارده وفوز النادي الاهلي 1-0؟ بص يا كابتن كريم الماتشات دي ماتشات يعني كاس مصر ده ماتشات انت اهم حاجه تطلع بالنتيجه اهم حاجه تصعد اهم حاجه تكسب. ايوه. فده اللي احنا عملناه النهارده اهم حاجه كان المكسب ان احنا نكسب ونصعد فالحمد لله على النتيجه والاداء انا شايف الاداء بكل ماتش بيبقى من الاعلى للاعلى يعني الحمد لله. بالظبط. يعني برضه عايز اتكلم على صبري رحيل ان كان في برضه من فتره كده يعني انتقادات لصبري صبري مش في مستواه النادي الاهلي محتاج باك ليفت يعني وانا شايف ان انت ماشي بشكل كويس وبشكل ثابت مع النادي الاهلي ومستواك ثابت حتى في الفتره الاخيره. تقول ايه على الكلام ده؟ بص يا كابتن كريم اي لعيب في يعني في الدنيا كلها في العالم كله بيجي له فتره ما بيبقاش ممكن ما يبقاش موفق. ايوه. اهم حاجه يعرف يعني يعرف يخرج ويعرف يرجع نفسه للمستوى تاني اهم حاجه. بالظبط. الانتقادات في الحياه دي انا ما بركزش قوي يعني مع التهديد الثاني. انا شايف نفسي مثلا مقصر او انا وحش مثلا لا بتمرن كويس وبدوس عشان ارجع لمستوايا. ايوه. طبيعي انت عندك في مصر هنا بتلعب ماتش كويس بتبقى احسن لعيب في الدنيا بتلعب ماتش وحش بتبقى اوحش لعيب فعادي يعني. اهم حاجه انت تبقى بتتمرن كويس ومحافظ على مستواك ومحافظ على ادائك وربنا بيكرمك. بالظبط بالظبط. صبري بتستريح اكتر لما بتكون قدامك واحد مثلا زي مؤمن زكريا كان رمضان صبحي في وقت من الاوقات يعني الناحيه الدفاعيه بالنسبه لك بشوفك ساعات في الفتره الاخيره ما بتتقدمش كتير زي الماتشات اللي قبل كده. هل وجود حد قدامك مهاجم على سبيل المثال مثلا مؤمن زكريا او رمضان صبحي لما كان موجود قبل ما يروح ستوك سيتي ده كان بيريحك شويه وبيخليك تبقى مركز في الدفاع اكتر؟ بص يا كابتن كريم هو طبيعي ان انا بلعب باك ليفت يعني الدور الاساسي ان انا مدافع مش مهاجم. بالظبط. طبيعي. طبعا رمضان ومؤمن دول حلول جامده جدا للنادي الاهلي. ايوه. فاكيد انت مش هتبقى يعني مش هتبقى 90 دقيقه مطالب منهم انهم يدافعوا. لا هم لازم يهاجموا لازم يعملوا شغل دور هجومي هيعملوا احسن من صبري. ايوه. فطبيعي انا بقى دور الهجومي بيبقى قليل شويه. بالظبط. بس طبعا الناس بقى بتطالب ازاي ما بيديش ازاي ما بيعملش وبيبقى اكثر ارتياحيه كمان في وجود عبد الله الصعيد. صبري. بالظبط. يعني انا بحس ان انت بتبقى اكثر ارتياحيه في وجود عبد الله الصعيد تحديدا لان انت دايما لما بتقطم جوه الملعب عبد الله بيسهل حاجات كتير بحس ان في تفاهم بينكم. بالظبط يا كابتن هو عبد الله الصعيد طبعا هو يعني احسن الناس موجوده في المكان ده في مصر كله. هو حل بالنسبه لنا في النادي الاهلي شايف الملعب كله قاري الملعب كله بيشوف اي لعيب بيتحرك يحطها له. فدي بتفرق معانا كتير جدا. انا بحس ان بقيه اللعيبه لانها مش متعوده على المركز ده بتستلم الكوره وبتدخل لجوه كله بيجري عبد الله الوحيد اللي بيقف يستلم. أيوة. فعارف انت اللي هو ايه يعني لما بيدي حلول للعيبه. أيوة. اللي جايه من ورا خصوصا اللي جايه من تحت. بالظبط بالظبط. هو عبد الله كابتن في المكان ده هو بيدينا حل في كل حته في الملعب. تحت الفرود وبيتحرك بياخد بره ساعات قدامي وساعات بياخد قدام احمد فتحي الناحيه الثانيه. هو بيدي حل للفرقه كلها ان هو لعيب بيلعب حر في المنطقه اللي تحت الفرود. هو بيدي اللعيبه كلها حل في الملعب. فدور عبد الله مهم جدا في الملعب بالنسبه لنا احنا يعني بحس ان انت هيفرق معانا كتير الفتره الجايه يعني. بحس ان انت مقل اعلاميا قوي يا صبري ما بشوفلكش احاديث ما بشوفلكش لقاءات تلفزيونيه بحس انت بعيد دايما عن الاضواء. ايه السبب؟ الواحد حاجه زي النهارده كده عادي مش مشكله يعني مداخله عادي. تعمل مداخله عادي بعد الماتش لكن بعد كده بتختفي. حاجة كويسة يا كابتن. حاجة كويسة عشان تركز. يا عم ده انت اللي يا عم صبري ده انت اللي بتلعب اساسي وحسين واخد الاعلانات كلها. انت المفروض انت اللي تعمل الاعلانات مش حسين. انت بتسخنه كده. مش انت اللي بتلعب. التليفون قطع اعتقد ان هم برضه راجعين من الطريق وال